عليكم. قاعد تسألوني على لحام البايب الألمنيوم، لحام البايب الألمنيوم. طبعا بحجامة ومختلف التكنس مالته. اخوان، لحام البايب إلى وضعية خاصة وإلى طريقة شغل خاصة، وطبعا هو صعب بشكل صعب، يراد له ممارسة ويراد له تعب ويراد له خفة إيد. والصعوبة وين مالته؟ من تجي تلحم البايب انت بهالمنطقة وبديت تحمي، من تجي تلحم البايب شنو وين الصعوبة مالته؟ بالبداية شقد ما بيك تتأخر، أول 3 سنتيمات تأخر إن ما تحمي لدرجة يعني يبدي أخت اللي بدأ ينصهر تبدي تطعم. من راح تقوم تمشي صعوبته وين؟ كل سنتيم لازم ايدك تسرع وتطعيمك اسرع، يعني كل سنتيم ايدك تسرع وتطعيمك يصير اسرع، لحد ما يعني ويا سرعه وتطعيم سرعه وتطعيم لحد ما تصل القفل. هاي انتهينا من عندها. طبعا احنا حكيناها قبل وهسه بنحكيها، لازم بطن البايب ما تطلع نفاذية. لحام الألمنيوم هذا بروسيجر، يعني هذا مو كلامي، هذا بروسيجر أمريكي وألماني، هم يعني هاي الدولتين هي اللي أضبط بلحام الألمنيوم. البروسيجر أنه بالبايب، لحام البايب ما تطلع نفاذية، إذا طلعت نفاذية تعتبر القطعة مش شوها، يعني عكس الستيل والحديد. هاي انتهينا من عندها. مثل ما قلت لكم حكينا قبل، استخدم الوصلة. بس هسه هذا بيش متكنينه بميج، واني الحمه بالتك. استخدم موصلة حتى يروح هذا ليش تمسحه؟ هذا باللحام يتجمع، هذا الكربون يتجمع ويشوه اللحام. هذا اللحام الكربون لازم تمسحه، يعني ضروري انه يمسح بالوصلة. يا اما تستخدم الاسيد او التيزاب، هو الاضبط الاسيد والتيزاب لانه يبعد شكو شوائب. هاي المعلومات اللي هسه راح نحملكم باص او نحملكم باص بال على مود تشوفونه. انتبهوا على التطعيم وانتبهوا على ايدي، لا تنتبهون على الشعلة. البايب الألمنيوم، طريقة اللحام حتى شوفك اياها شلون. هاي اضبط طريقة انه تستخدمها. دقيقة بالله خليكم وياي. اضبط طريقة تستخدمها، دوائر وتصعد، طعم، دوائر وتصعد. هاي الطريقة المضبوطة بلحام الألمنيوم، إن كان بايب أو بليت أو أي معدن، أو قصدي العفو أي قطعة للحام الألمنيوم. حياكم الله وهلا بيكم، وأي سؤال بخصوص لحام الألمنيوم أنا حاضر.